مالك يا توما سرحانة في ايه؟ هتكون سرحانة في ايه يعني؟ أختك ملهاش تقول على البامية. قال لي ياما أختك دي الله يكون في عونها مش ملاحقة على الطبيخ ولا على التنظيف ولا على الشغل. سامع؟ أختك دي بميت راجل مش عاملة زي ناس بتاع الدلع ومياصة. الله الله الله، قصدك إيه يعني؟ يا عم بناخشك يا عم، هي مناخشة بفلوسها كامل. شايفة يا أمه؟ والله زمان تعيشوا وتناقشوا بعض يا ولاد. خليك أنا هفتح وكلي، ولو إني عارف مين يا أمه من قبل ما أفتح. دي خبطة إبراهيم. بصي كل واحد في البيت ده عارفه بطريقته إلا أنا عارفه بريحته. أهو اتفضل. يا ستار، أنت رشيت من ريحك كامل. إيه مالك؟ رش الدوج ما فيهاش حاجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا سلام على مواعيدي. ده انتوا لو ظابطين ساعاتكم عليا ما تبقاش كده. اتفضل يا خيال، حماتك كانت هتحبك. يا اخويا مش لما يتجوز الاول؟ طب والله يا راجل ناصح، عارف يصرف قرشه ازاي؟ الحمد لله. تسلم ايدك يا امه. تسلم وتعيش يا حبيبي. قومتكم ولا ايه؟ لا احنا كده كده امين نعمل اعمل لك معانا شاي خال ولا بعد الحلو ما انا عارفك. اعمله مش هيخسر وانا بشربه بارد اساسا. بتشربه بارد. تمام. يقول لك كده كده مش كده مبارد. ميزة خالك انه عارف نفسه. لا بقول لك ايه يا استاذ عمر؟ نعم. الاقيش عندك شويه شوربه سخنه كده تدفي معدتي قبل الاكل. من عينيا. تسلم عينيك يا رؤية. عارف يا حبيب خالك؟ امك دي اعز اخواتي. طب التاني مين يا خال؟ وانا غريب يا خال؟ ما انا عارف ان انتوا اتنين وما لكمش اخوات من اساسه. ده تعبير مجازي يعني. بقول لك ايه، انا قعدت افكر ومحص وتكتك، وصلت لك لمشروع ايه مية مية هيوكلك ايه دهب. تكلم بجد يا خال؟ نورنا، الله ينور عليك. اضرب بس شويه الباميه القرديه اللي مش باين لهم لحمه دول، وشويه الرز، واحبس بشويه شاي، ونقعد انا وانت ايه نقرر. والنبي يا عمر ابقى سيب لي فلوس لحسن المصروف قرب يخلص، وانا مكسوفه بصراحه اطلب من اخوك. على اساس انك لو طلبت منه اما هديك يعني من عينيا، بكره الصبح هيبقى معاك الفلوس. تسلم يا حبيب روق. ربنا يخليك يا ماما. مالك يا فضل؟ مش عجباني كده. مركز معايا ليه يا عمر؟ شاوريه على حد اهم منك ونركز معاه. فضل انا عايشه يا عمر، عايشه وبقول الحمد لله. كلنا بنقول الحمد لله، بس انا ما بعملكيش اختبار ايمان اشوف بصبرك على قدر ربنا. انا بسالك مالك ده لو عايزه تفضفضي. طب وهي الفضفضه بتعدل المال؟ المال مش هتعدل بالفضفضه، واللي ماشي شمال ما تزعلش عليه. انا زعلانه على عمري اللي راح جنب منه 4 سنين وزيادة يا عمر، وأنا مربوطة على اسمه، وفي الآخر اتلكك لي على غلطة تعدي عادي ورماني بطول دراعه. طب الحمد لله إنك عارفة إنه كان بيتلكك لك. الصراحة كنت خايف أكون أنا السبب، كنتش عارفة أكلمك في الموضوع ده إزاي. هو أنت هتعرفني النهاردة مين عمر؟ ربنا يخليك لي يا أخوي. ويسعدك ورايح بالك يا قلب أخوك. يلا بيت كملي معايا. يلا مفيش وقت. خلصت الشيء؟ جاب 23. مش مهم عشان الدايت بقى. الغبي ده قلت له 24 جاب 23. طب اضحي بايه انا دلوقتي؟ باللانشون ولا بالجبنه الرومي ولا بالمربى؟ اللبخه دي. يا صباح الفل. ده عامل التشغيل ومخد السير وشماده مستنيك تناديهم. الله يا عم، بقول لك صباح الفل. ده خدت السير و عمر، هو انا سمعت صح ولا انا اتغبيت في اللانشون؟ هو فل بس ده، فل وورد وياسمين ومشتل كامل بالجناين بتاعه كمان يا عم، بيصبحوا عليك وانت ولا انت هنا. يوه قصدي مالك يا بنت مسبهله كده ليه؟
هترد السلام ولا اصحابه؟ اصحابه ده ايه؟ ده انا ممكن افرقع في وشك. صباح الورد والفل والياسمين يا طبق بنور. لا طبق بنور ده ايه؟ يا طبق رز بلبن بالقشطه والعسل والمكسرات. تصدق جعت؟ بقول لك ايه؟ ما تضرب معايا. لا لسه مرجع بره. بقول لك ايه؟ انت هتعمل ايه النهارده بالليل؟ نام. نعم ايه؟ لا شكلك فهمتي غلط. عشاء، بتكلم في عشاء. عندي رغبه وربنا ما فاهمها، اعزمك على عشاء النهارده. عمر انت في وعيك؟ يعني انت مش سخن شويه؟ طب ده فجأة كده؟ لا لو مش فاضية النهاردة مش مشكلة، السنين جاية كتير. لا سنين ايه؟ ده أنا بقالي سنين مستنية اللحظة دي. أنت وفين؟ حبيب بابا. نعم اظن هديت شويه ونعرف نتكلم بخصوص علي، والولد لسه داخل حالا من المدرسه يعني ما لحقش ينام. ده انت مراقبه بقى؟ في اب بيراقب ابنه برضه، وانا جاي بالصدفه شفت اتوبيس المدرسه بينزله. مساء الخير يا استاذ عثمان. مساء الخير يا عمر، اتفضل. لا معلش انا كنت جاي بس وعشمان اخد علي عشان يسلم على عمه كامل. وماله؟ اتفضل لغايه لما يغير لبس المدرسه ويبقى يروح معاك وياكل لقمه. لا ما تشيليش هم الاكل خالص، سته عامله له كل اللي بيحبه ونفسه فيه، وانت عارفه بقى نفسها في الطبيخ. فاكره؟ مش عايزه افتكر. احسن. الف شكر. ازيك يا باشا؟ كويس. ماشي يا عم. جاهز؟ جاهز. يلا يا باشا. بطل قرف باب والمحاسن. هو انا قرصتك من فخدك عشان تحمرق؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ده القمر ظهر وبان اهو. ازيك يا علوه؟ ازيك يا اكرم؟ ما تيجي يا عمر، هات علي وتعالوا اتفرجوا على هزيمه ابو المحاسن. شكله هيشيل مشاريب القهوه كلها النهارده. كل مره بتقول كده عم جدس وبتشيلها انت. ليه؟ مش فاكر الاسبوع اللي فات لما شال مشاريب زباين القهوه كلها؟ دي واقعة تاريخية لا يمكن تتكرر إلا في السينما الصامتة اللي هو بيشتغل فيها. معلش عشان معطلين الجماعة فوق على الغدا، بس يا عم جيركس اتفضلوا معانا. جد والله يعني. أنا والشفا. يلا يا باشا. يلا يا باشا. أحلى بسبوسة من إيدين تيتا لنني عين تيتا. تسلم إيدك يا تيتا. واطي أحلى تسلم إيدك سمعتها في حياتي. أيوة. عايز كام يا نبى؟ 7 جنيه. هجيب لك الفلوس. اتفضل يا عم. الله حلو قوي يا عمر، شكرا. اولا مش انا اللي جايبها لك عشان تشكرني، دي هديت عمك كامل. ثانيا بقى انا كلمه بابا وحشتني، ولا انت طالبه معاك عمر يعني باب الصحوبيه ولا ايه؟ شكرا يا عمو كامل. على ايه يا حبيبي؟ وانا جبت حاجه؟ ده كله من خير ابوك.